السلام عليكم. مثل ما وعدكم إن شاء الله اليوم راح أوريكم قطعة في نظري هي من أجمل القطع اللي موجودة من ناحية الديتيلز اللي عليها والنحت. إذا تلاحظون هذه نفس علبة اللي شرحتها قبلها بوسايدن، لأن هذه من ضمن السيريز اللي تي معاها. مثل ما قلت لكم قبل إن هذيل يجون في مجموعة من 12 قطعة. هذيل ال 12 قطعة كل واحدة تمثل إله من آلهات اليونانيين القدامى. اليوم اللي بوريكم ياها هي ايريس. هذه القطعة رقم واحد اللي نزلت في السلسلة، والحين راح نشوف شنو في داخل العلبة. مثل اللي قبلها تجيب علبة خشب جدا جميلة وايد حلوة، وداخلها راح نشوف الشهادة والكوينة. لو نطلع لكم الكوينة عليها صورة ايريس. ايريس هو اله الحرب، ومثل ما انتم شايفين السيف ماله والدرع مطليين ذهب عيار 24. هي مصنوعة من الفضة، وزنها 2 اونصة، ومثل بوسايدن صنع منها 500 وحدة فقط. اذا لاحظ، اذا صاد الفوكس الكاميرا، الدقة في التفاصيل وايد حلوة جدا جميلة. ودي افتح لكم اياها من البلاستيك عشان تشوفون التفاصيل بصورة اكبر، لكن للأسف ما راح اقدر. شوفوا شلون النكش، طبعا منقوشة هذه ومنحوتة بالليزر، لكن جدا دقيقة، والديزاين اللي صممها شيء خرافي، وايد 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 حلوة. شوفوها من كل الأبعاد، شيء عجيب. ومن وراء كالعادة صورة الملكة نيوي و 2 دولارز اللي هو قيمة العملة. شيء جدا راقي، شيء جدا جميل. لو تشوفون تفاصيل عليها، بس لو الكاميرا تصيد الفوكس، عجيبة. طبعا أتوقع بالعين المجردة أحلى من الكاميرا، لأن هذه في أيام لما أفتح أطالعها أقعد نص ساعة أتمعن فيها. وايد حلوة جدا جميلة، ومثل ما قلت لكم فقط 500 حبة تم تصنيعها من مينت أوف بولند. ومن أول ما نزلت إلى الآن سعرها في تزايد. إلى الآن كل ما أتشيك عليها على الإنترنت اللي قام يبيع أعدادهم تنعد على أصابع، وأسعارهم خيالية وكل يوم قام تزيد. وهذه شهادة الأصل من نيوي، ذهب قصدي فضة 999، 2 أونصة، 500 حبة فقط، والأنتيك فينش. قطعة أجمل من جميلة.